أهلا بكم. ما أن أخرج تنظيم داعش من المدن التي كانت في قبضته حتى اندفعت ميليشيات الحشد للسيطرة على الحقول والآبار النفطية وبدأت بعمليات تهريب منظمة لهذا النفط الخام إلى إيران وغيرها. وتقول مصادر صحفية أن عمليات التهريب تجري بشكل يومي ولا أحد يعترض طريق الصهاريج المحملة بهذا النفط والتي تسير بحماية قوات ميليشيا الحشد. وأكد معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية في أحدث تقرير له عن الوضع في العراق، أكد أن الميليشيات تهرب نحو 100 صهريج يومياً، تذهب عوائدها المالية إلى خزينة هذه الميليشيات وجيوب زعمائها لتمويل عملياتها داخل العراق وخارجه. سيطرة الميليشيات على مقدرات العراق الاقتصادية وتهريبها للنفط الخام إلى إيران هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف سيطرت ميليشيات الحشد على آبار وحقول النفط العراقية وتهريب هذه النفط وتهريب هذا النفط لتمويل نشاطاتها في العراق وخارجه؟ وما هو الدور الإيراني في استيلاء الميليشيات التابعة لها على مقدرات العراق الاقتصادية واستنزافها بهذا الشكل؟ ثم ما علاقة ميليشيا الحشد بالنشاطات الاقتصادية القانونية وغير القانونية، وهي بالأصل تشكيل عسكري أو هكذا يفترض؟ وهل الصمت الحكومي على سرقة ميليشيات النفط وتهريبه في وضح النهار هو لعجز الحكومة أم إنها متواطئة مع الميليشيات كما تتهم بذلك؟ وهل استعيد نفط العراق من قبضة داعش ليذهب إلى سيطرة الميليشيات لتقوم بتهريبه إلى إيران وبحماية ميليشيات الحشد كما تقول المصادر الصحفية في مناطق حقول وآبار النفط؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي، ثامر علواني، حسين دلي. ليست شبكة عسكرية تمارس الجرائم ضد العراقيين فحسب، بل هي شبكة اقتصادية تتحكم بكل مقدرات العراق وتسخر كل موارده لخدمة أجنداتها وملء مخزونات زعمائها. إنها ميليشيا الحشد التي باتت أكبر خطر يهدد وجود الدولة العراقية على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي. ففي تقرير معهد نيو لاينز الأمريكي المطول عن نشاط ميليشيا الحشد، جاء أن هذه الميليشيات تهرب كل يوم أكثر من 100 صهريج من النفط العراقي وتبيعه في السوق السوداء، هذا فضلا عن مخصصات أتباعها من السياسيين في وزارة النفط. وعطفا على تقرير المعهد الأمريكي، لابد من الاستشهاد بعشرات التقارير والتحقيقات التي سلطت الضوء على نشاط ميليشيا الحشد اقتصاديا، إذ ينقسم النشاط إلى نوعين: نوع تحت مظلة القانون الحالي، والنوع الآخر خارج عن القانون، حيث تغلغلت الميليشيات عبر أتباعها والمستفيدين منها في مؤسسات الدولة وباتت تتحكم بالحركة الاقتصادية من مشاريع ومناقصات ورخص وعوائد مالية ومحلات صيرفة، كما بسطت نفوذها على المعابر الحدودية لتكوين ثروات هائلة عبر فرض الأتاوات والضرائب، وكل ذلك يتم تحت رعاية القانون الحالي الذي فتح المجال لعمل التجار المرتبطين بالميليشيات. ولا يقتصر النشاط الاقتصادي للميليشيات على ذلك، بل يتعداه إلى التجارة بالممنوعات من مخدرات وغيرها وفتح خطوط تهريب البضائع مع دول الجوار، وأكثر من ذلك حتى السكراب ومخلفات الأنقاض في المدن المنكوبة استولت عليها الميليشيات وباعتها. والأسوأ من ذلك كله السطو على أراضي النازحين وعقاراتهم بعد أن نهبت منازلهم إبان الحرب مع داعش. النفوذ الاقتصادي للميليشيات هو حجر الأساس للهيمنة الإيرانية على اقتصاد العراق وجعله محطة ربح ينفق خراجها على المشروع الإيراني التوسعي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في سيطرة الميليشيات في العراق على آبار وحقول النفط وبقية شبكة اقتصادية من التهريب وسيطرة أيضا على المنافذ الحدودية. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور رافع ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا الصحفي والإعلامي الأستاذ حسين دلي، كلهم عبر سكايب. مرحبا بكم جميعا. أهلا وسهلا، حياكم. أهلا. طبعا أستأذن من دكتور رافع ودكتور ثامر
ستكون الدقائق الأولى مع ضيفنا حسين دلي، سيكون معنا لفترة وجيزة ثم يغادرنا مشكورا لموعد مسبق قبل الحلقة كان لهم. أستاذ حسين، معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية ومقر واشنطن تحدث عن سيطرة الميليشيات الطائفية على حقول وآبار النفط وتهريب النفط، وطبعا هناك عشرات من الصهاريج يتم تهريبها أو تسييرها من حقول النفط إلى إيران وغيرها. هذا التقرير كشف شيء جديد لم يكن معروفا للرأي العام في العراق وخارجه، أم أنه سلط الضوء فقط على قضية مستمرة منذ سنين وهي تهريب الميليشيات للنفط بعد سرقته والاستيلاء على حقوله وآباره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. الحقيقة هذا الموضوع ليس بالجديد، لكن توضيحه بالأرقام والمعلومات وأسماء المناطق التي يتم عبرها تهريب النفط وأين يذهب هذا النفط المهرب هو الذي ربما يحسب لهذا الموقع الأمريكي المتخصص بهذه الإحصاءات. والموضوع خطير جدا لأنه يتحدث عن أرقام بملايين الدولارات. الميليشيات العراقية طبعا تحدث عن 40 فصيليا في هذه المهنة، ربما في التقرير تحدث عن مناطق بعينها، هو لا يتحدث عن النفط المهرب من جنوب العراق في البصرة على وجه الخصوص الذي يعرف منذ 2003، لكنه يخصص زاوية تقريره الاستخباراتي لأنه معلوماته خاصة وحصل عليها من أفراد حتى من المرتبطين بتهريب النفط. يتحدث عن المناطق الشمالية التي ورثتها الميليشيات من تنظيم داعش بعد إزاحته عن المحافظات نينوى وصلاح الدين على وجه الخصوص، لأن هذه الآبار تتركز في تلك المناطق. ودعنا ندخل إلى التقرير مباشرة الذي يتحدث عن حقول الجيارة التي هي تقريبا أكثر من 70 بئر تضم تلك الحقول، منطقة النجمة في الموصل نفسها، في صلاح الدين هناك منطقة الفرحاتية تضم فيها آبار حقول عجيل وعلاس المعروفة التي كان يشتهر تنظيم داعش بتصدير النفط من خلالها. ويتكلم عن نقطة مهمة جدا أن الميليشيات ترتبط مع قوات حكومية في الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع تسهل أمورها وعبور تلك الصهاريج النفطية من محافظة صلاح الدين إلى محافظة ديالى عبر طريق ترابي يربط منطقتي العلم والعظيم. هذا الطريق يؤدي إلى كركوك ومنه إلى السليمانية ثم إلى إيران. فالمحصلة أو المصدر أو المستودع الأخير عفوا لهذا النفط المهرب هو إيران، يتم من خلاله إعادة العمل على هذا النفط المهرب ثم إعادة بيعه كمشتقات نفطية إلى العراق مجددا لأصحاب المولدات الأهلية، لأصحاب المعامل البسيطة وكثير من موارد هذا إعادة المشتقات النفطية. الأرقام وفق التقرير تتحدث عن 3500 صهريج شهريا، يعني هذا رقم كبير مرتفع جدا. إذا هذه الميليشيات التي تسيطر على تلك المنطقة، وهذا التقرير يتحدث عن أن الحكومة العراقية تعرف بهذه وهذه نقطة أشكرك، ممتاز. الحكومة العراقية تعرف وهي عاجزة، الكل يعرف أن الميليشيات الآن قوة متغولة، قوة متوغلة في الدولة العراقية، وبالتالي الحكومة تقف عاجزة. وهناك من يتهم الحكومة أنها الحقيقة متواطئة وشريكة على اعتبار أن الحكومة بالنهاية خرجت من رحم ومظلة الميليشيات، فالحكومة والميليشيات كما يقول طبعا المناهضون للحكومة المعارضون هما وجهان لعملة واحدة. تمام أخي الكريم، هو الحكومة يعني ربما هناك الدعاية التي تستغلها الحكومة على الأقل مصطفى الكاظمي منذ أن أنشأ هيئة أو لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها أحمد أبو الغيث، وهناك نشاطات تحاول أن تبرزها باعتقال شخصية هنا أو شخصية هناك، لكن الإشكالية الحقيقية ليست بقاسم مصطلح ولا جمال كربولي ولا بعض الشخصيات هنا هناك. الإشكالية الحقيقية هناك ميليشيات ممولة ومسلحة حكوميا تسيطر على مناطق آبار نفطية، ولسنا نتكلم عن الأتاوات، لسنا نتكلم عن تهريب المخدرات ولا تهريب الآثار
ولا حماية البارات والمراقص والملاهي التي تسترزق من ورائها ميليشيات الحشد الشعبي. نتكلم عن 6 أو 7 ميليشيات رئيسية: حزب الله وكتاب الإمام علي وفيلق بدر والعصائب وسرايا الخرساني وسرايا سيد الشهداء. هذه الفصائل على رأس 40 فصيل تسترزق من تلك الآبار النفطية بصورة غير مشروعة، بصورة غير قانونية. وكما قلت وللأهمية نؤكد على أنها تتعاون مع أفراد وضباط من الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، هم بالأصل أفراد ميليشياويين تم دمجهم في السنوات الماضية ويساعدهم على هذا التهريب. هنا طبعا من المواقع المهمة التي أشارت المتخصصة لهذا الموضوع تهريب النفط موقع اليودز ليست انتليجنس، وهذا الموقع أو هذه المنظمة متخصصة في المعاملات البحرية تتكلم عن تهريب النفط البري من مناطق صلاح الدين ونينوى وعن التهريب البحري الذي يتم عبر موانئ البصرة. هذه الإشكالية الحقيقية أن هذا الأمر معروف وتتكلم عنه منظمات محلية وإقليمية ودولية، ومع ذلك الحكومة تذهب إلى اتجاهات أخرى لما تدعيها وتزعمه من مكافحة الفساد وتترك هذه الميليشيات المتربصة بالناس وعلى أرزاقها. وعدا عن تهريب النفط كما قلت هناك أتاوات بملايين الدولارات توازي ما تستحصله هذه الميليشيات من آبار النفط، ومع ذلك الناس تشتكي وتقول أنها تعاني. هناك إشكالية أخرى في السيطرة على عقارات واسعة لهذه الميليشيات، سيطرة على أملاك الوقف السني، فإذا موارد اقتصادية كبيرة توفر مئات الملايين من الدولارات لهذه الميليشيات التي تمول وتسلح من قبل الحكومة العراقية. وأعين لجنة مكافحة الفساد لا توجه إلى هذه الميليشيات بالشكل الصحيح، بل تذهب باتجاهات أخرى لذر الرماد في العيون. هنا يحضرنا كلام هذا العامري قبل يومين عندما صرح إلى أحد المنصات الإعلامية بالقول إن كثيرا من الجهات الشعبية والناشطين والحكومية تستهدف الحشد الشعبي وتعمل على شيطنة هذه الميليشيات. والكلام عندما يصدر من هذا العامري يؤكد أن المدى الذي وصلته ميليشيات الحشد الشعبي في مخالفة القانون، في تجاوز القوانين، في السيطرة على رقاب الناس، مسألة باتت واضحة للعيان ولا تخطئها أي عين. شكرا للكاتب والإعلامي العراقي الأستاذ حسين دلي، كان معنا في الدقائق الأولى من هذه الحلقة، شكرا جزيلا له. دكتور رافع الفلاحي، أولا طبعا أجدد الترحيب بك وبضيفنا دكتور ثامر العلواني، وأسأل هذه الميليشيات الآن دكتور رافع معنا؟ نعم تفضل. أشكرك. هذه الميليشيات التي تسيطر على نصف ثروات العراق الآن، الحقول والآبار النفطية في شمال العراق بالكامل تحت سيطرة هذه الميليشيات، تهرب منها مئات الصهاريج يوميا، وهذا ما جاء في تقرير نيو لاينز عن 100 صهريج يوميا من هذه الحقول. هل ثمة ظروف معينة في العراق ساعدت الميليشيات على أن تكون بهذا أن تكون غول وتستولي على كل هذه الثروات، أم أنه النظام في العراق الحقيقة مسخر الهدف منه أن يكون لهذا الهدف، وهي عملية تكاملية بين ما يسمى الدولة بين قوسين ولا دولة الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، يجب العودة مرة أخرى، يعني لابد لفهم هذه القضية، العودة قليلا إلى الوراء. نعم. يعني العودة إلى عام 2014 عندما ظهرت داعش. نعم. وجود داعش، وهناك تقارير كثيرة تتحدث وهي من جهات عديدة وجهات لها اطلاعها وجهات لها معرفتها، تتحدث عن ارتباطات الداعش بإيران، وبغض النظر عن ارتباطها بإيران أو عدم ارتباطها بإيران، لكن إيران حاولت أن تجد في العراق ظروفا تجعل يعني البيئة والمناخ صانعا لقوى رافضة أو قوى تسعى إلى أن تكون إرهابية، أن تتعامل بطريقة وحشية مع الجميع، وبالتالي بذرت بذور وجود داعش وغير داعش وقبل القاعدة، وبعد ذلك كان عليها أن تجد البديل، تجد الضد من هذا الميليشيات. كانت الميليشيات موجودة في العراق، لكن كان يجب أن تتغول هذه الميليشيات. نعم كانت مسيطرة على الدولة، نعم كانت كل الأحزاب لديها ميليشيات، لكن
كل هذه الميليشيات كانت تمول من خزينة الدولة، وهذا التمويل لا يكفي الميليشيات والعصابات، يعني لا يكفيهم رواتب ويكفيهم هبات معينة وتنتهي الأمور. إيران تحتاج إلى سيطرة كاملة تخدمها هذه الميليشيات في تمويل إيران أساساً التي كانت تعاني من حصار اقتصادي أمريكي وعدم قدرتها على تمويل هذه الميليشيات. مثل ما تعرف ويعرف الجميع أن هذه الميليشيات وهذه العصابات أهم فقرة بها، عمودها الفقري هي التمويل، هي أن تجد الأموال، لأن الأموال تحتاج إلى أن تعيش في بحبوحة، تحتاج إلى سلاح، تحتاج إلى إمكانيات، تحتاج إلى كل شيء، فيجب أن يتوفر المال. فمن هنا أظهروا الضد، وبالتالي حققوا ما سموه بالانتصار وتحت مظلة الأمريكان، وهذا الانتصار له ثمنه التغول. انتصار هم اللي أعلنوا عنه، قالوا حررنا مدن كثيرة وبدمائنا، إذن عليهم أن يتغولوا، عليهم أن يفرضوا شروطهم، عليهم أن يخرج هادي العامر يقول نحن القوة رقم واحد في العراق، لا جيش ولا شرطة مثلنا. فبالتالي سيطرت هذه الميليشيات وصولا إلى صدور قانون رقم 40 لعام 2016. دكتور فقط في نقطة إذا سمحت لي، في تقرير جديد لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يتحدث عن أنه الميليشيات مارست في مرحلة من المراحل عمليات تخريب تفجير لآبار النفط، لحقول النفط، لمصافي، ليقال أن هذه الهجمات أو التفجيرات يقوم بها داعش، وبالتالي لابد من أن نبقى، مطلوب من عندنا ضروري أن نبقى في هذه المناطق لحمايتها من داعش وحتى لا يعود التخريب مرة ثانية. هكذا تقرير جديد لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. هذا صحيح جدا، وما يتحدثون عنه وليس جديدا، وهو معروف عند العراقيين كلهم. كان لابد لإيران ولهذه الميليشيات أن تجد ظرفا تستطيع من خلال التحرك والقول أن هناك ظرف طارئ وظرف وطني، تتحدث باسم الوطنية، ظرف وطني وإنساني وديني وأخلاقي يستوجب وجود هذه الميليشيات ويدفعها لأن يعني نعطيها المجال وأن تتوسع وتتغول وتسيطر ولا أحد يتكلم. وهذا ما حدث وصولا إلى 2016 عندما أصدروا لها القانون عبر مجلس النواب الحالي، القانون رقم 40. وبهذا القانون رقم 40 أعطوها كل الصلاحيات، لكن في نفس الوقت هذه الميليشيات التي سيطرت على الاقتصاد كان يجب أن تدخل السياسة. هنا كانت المشكلة كبيرة، لكن هم يعني مثل ما قلنا وفي مرات كثيرة كنا نتحدث أن الدستور في العراق دستور مطاط، عندما يحتاجونه ويستعملونه وهو يعني لا يمكن المساس به، وعندما يقف ضد مصالحهم يمسحون به أحذيتهم. هذا ما حصل. قانون 40، ودعني أتحدث عن هذا القانون اللي تأسست به هذه المظلة للميليشيات كلها هذه الذي تسرق العراق اليوم، يقول أنه كل أفراد هذه الميليشيات هم قوات عسكرية تابعة للدولة، والدستور يقول أنه كل القوات العسكرية لا تشترك في الانتخابات، لا يحق لها الاشتراك في الانتخابات، ولا يحق لها أن ترشح مرشحين لها في مجلس النواب. لكن الذي حصل أنه غالبية مجلس النواب هم أعضاء في هذه الميليشيات في الحشد، إذن هم خرقوا الدستور، هذا دستورهم الكسيح بهذه الطريقة ولا يهتمون. وبالتالي هناك القانون قانون العقوبات العسكرية أيضا يقول إذا كانت هناك قوة عسكرية تسلم قطعة من البلد إلى جهة أخرى تعمل لصالح بلد آخر فيجب أن تعاقب، وهذه أيضا تفعلها الميليشيات وصولا إلى الاستحواذ العسكري والاستحواذ الاقتصادي. دكتور أشكرك، إذا أسمح لي هذه نقطة الحقيقة حيوية جدا، يعني أنت جنابك وصلتنا إلها، ممتاز جدا. وهو السؤال التالي لضيفنا دكتور ثامر العلواني، مرحبا بك دكتور. يعني إذا كانت ميليشيا الحشد وفق القانون 40 الذي ذكره دكتور رافع أنها تابعة للقوات المسلحة، للقائد العام للقوات المسلحة، وأنها تشكيل عسكري كبقية التشكيلات الأخرى، لماذا تمارس نشاطات اقتصادية قانونية بين قوسين وغير قانونية؟ قانونية مكاتب اقتصادية وعقود ومقاولات وما إلى ذلك، وأيضا تهيمن على المنافذ الحدودية، وغير قانونية تستولي على نفط الدولة، يعني هذا مال عام تستولي عليه، تهربه، عوائد المالية تدخل إلى جيوب زعماء هذه الميليشيات. تشكيل عسكري ما علاقته بهذه النشاطات، نشاطات اقتصادية شرعية وغير شرعية؟
أولا تحية لك ولضيفك الدكتور رافع وللأستاذ حسين الذي غادرنا. حقيقة هذه كل ما ذكرته تدل بشكل رسمي على أن هذه ليست جهة عسكرية تابعة للدولة، وإنما حقيقة هي التي تستحوذ على الدولة وهي التي تسيطر على الدولة. الشعب العراقي يعلم أن تعداد الحشد الشعبي تجاوز أكثر من 160 ألف عنصر، هذا مسجل رسميا في سجلات الحكومة الحالية، وتضم هذه المنظومة ما يقرب من 100 فصيل مسلح شكلت بالأصل قبل أن تدخل إلى كما يقول الدكتور رافع قانونيا إلى الحكومة الحالية، وتعتبر تابعة لوزارة الدفاع لو صح هذا الأمر. غالبية هذه الجماعات والحشد الشعبي هو يتبع فيلق القدس الإيراني، وآخر زيادة جماعية حتى نتصور ما هي المشكلة التي يقع فيها العراق، آخر زيادة جماعية بالآلاف للحشد كانت في شهر 4 عندما فرضت زعامات الميليشيات إضافة 30 ألف عنصر في الحشد الشعبي جديدة، وقد مرر هذا البرلمان الحالي بند في الموازنة التي أقرت قبل أشهر عام 2021 يلزم الحكومة الحالية بقبول 30 ألف عنصر جديد ضمن صفوف الحشد الشعبي، وهؤلاء يتبعون لأحزاب وميليشيات معروفة. الشعب العراقي يطلق على هذه الميليشيات الولائية، وأكثرهم من العناصر التي كانت تقاتل مع بشار الأسد ضد الشعب العراقي ضد الشعب السوري المهجر والمشرد. بالمقابل يمنع أصحاب الشهادات العليا وحتى عناصر في الجيش الحالي والشرطة الذين فسخت عقودهم على مر السنين الماضية بسبب داعش، لم تسمح الحكومة لعودتهم رغم المناشدات ورغم المطالبات، لكن أجبرت على قبول 30 ألف عنصر في مؤسسة الحشد الشعبي، ميليشيات الحشد الشعبي. طبعا رواتبهم متوسطة تقريبا من 800 إلى 1000 دولار تقريبا شهريا. طبعا نحن نتكلم عن أرقام مرعبة، أرقام مخيفة، لأن العراق هو بالأصل يمر بأزمة اقتصادية، والمصيبة أن الحكومة صدرت قرارات باقتطاع من رواتب الموظفين، وفرض ضرائب دخل على آخرين، وفرض رسوم على الخدمات الصحية. ولدى الحكومة عجز حكومي يقدر ب 43 مليار دولار تقريبا. في ظل هذه الظروف الحكومة توظف 30 ألف عنصر في الحشد. هذه الواقعة تدل وتشير بشكل واضح أن العراق يمر بأزمة خطيرة جدا، أن هذه الأزمة الحالية قبول 30 عنصر، لو كان هناك فعلا دولة، لو كان هناك فعلا حكومة، لسقطت العملية بكل بجذورها، لأننا نتكلم عن عملية سياسية بائدة تتحكم فيها الميليشيات، لأنها تشير بشكل دقيق وواضح أن القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار المالي هو في يد هذه الميليشيات، وإلا كيف يفسر إضافة 30 ألف عنصر في وقت لا توجد فيه لا حروب داخلية ولا خارجية؟ والمشكلة الأكبر أن هذه الآلاف من العناصر هي لا تخدم مصلحة العراق، وإنما تخدم مصلحة إيران. وحتى نكون بالصورة أكثر، هناك معلومات تقول أن هناك عدد مقاتلي الحشد نصفهم هم وهميون، وما يقارب من 80 ألف عنصر وهمي تأخذ مرتباتهم وموازناتهم لقيادات في الحشد الشعبي وتذهب من خلالهم إلى مصالح إيران. أستاذن من دكتور رافع، دكتور ثامر، ومن المشاهدين الكرام، نتوقف في هذا الفاصل، سنشاهد فيه تقريرا عن أبرز حقول النفط وآبار النفط التي تستولي عليها الميليشيات وتهرب منها مئات الصهاريج المتوجهة إلى إيران. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لإكمال نقاشنا في طاولة حوار.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في هيمنة أو سرقة الميليشيات للنفط في العراق وتهريب وفق تقرير لنيو لاينز للدراسات الاستراتيجية مقر واشنطن. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور ثامر العلواني والأستاذ حسين الدلي. دكتور رافع الفلاحي، إذا كانت الدولة العراقية بكل إمكانياتها ومواردها أدواتها الناعمة والخشنة بيد الميليشيات، الآن الميليشيات لديها دولة اسمها العراق منذ عام 2003 إلى اليوم، سياسيا واقتصاديا وماليا وكل الموارد، ولدي هذه الميليشيات خاصة ميليشيا الحشد لديها ميزانية هائلة جدا مستنزفة لميزانية الدولة العراقية، ما حاجتها إلى هذه السرقة الواضحة في وضح النهار، سرقة النفط، سرقة مقدرات اقتصادية في باطن الأرض وعلى ظاهرة، السيطرة على منافذ الحدودية، سيطرت بكل الاتجاهات، ما حاجتها لهذه السرقة للنفط وغير النفط؟ اولا استاذ ماجد، من الناحيه النفسيه، الناحيه السيكولوجيه، نعم. هذه ميليشيات عصابات فتعيش وفق هذا المبدا، مبدا الاستيلاء ومبدا السرقه والنهب، هذه يعني احدى خصائصها المهمه لكي يطلق عليها ميليشيات وعصابات، هذه واحد. لكن بغض النظر عن هذه القضيه، هي لديها وظيفه بهذا الاتجاه، وظيفه موكله اليها من قبل ايران. هذه الوظيفه اولا يعني ربما تأخذ وجهين، يعني هذه الوظيفة، نعم. الوجه الأول أنه إيران تعاني من وضع اقتصادي صعب منذ سنوات، وحتى أن رفع الحصار عنها ستعاني من الوضع الاقتصادي، لأنه لديها متطلبات عسكرية، لديها مشاريع كثيرة غير معنية بالصرف على ميليشياتها وقواتها التي تتحرك، هذه التابعة لها في العراق، في سوريا، في اليمن، تريد تمويلا في لبنان. العراق بلد غني، فيجب أن الميليشيات تستحصل على أموال تمول بها المشروع الإيراني، تمول الداخل الإيراني، وتمول هي نفسها، نعم. فبالتالي لا يمكن الاعتماد على خزينة الدولة، على تخصيصات معينة من الدولة، من الحكومة، والتقيد بها، لأن هذه لا تعني شيئا. لذلك هي تسيطر على أبار النفط، وللمعلومات طبعا والإشارة، وربما جرى الإشارة إليها بشكل سريع، نعم، أن الحديث عن 100 صهريج هذه فقط في الموصل، ترى حدثون، نعم، عن 100 صهريج في الموصل، نعم. لكن عندما تذهب إلى أبار البزرقان في الجنوب، وتذهب إلى البصرة، وتذهب إلى الموانئ، ستجد أموال هائلة وعدد نفط، ستجد المنافذ الحدودية كلهم سيطر عليها، ستجد أرصفة موانئ، ستجد هناك سيطرات تفرض أتاوات، هناك أراضي سرقت، هناك طرق سرقت، هناك مشاريع سرقت، مصانع سرقت، فككت، كثير من هذه القضايا، مصفى بيجي تم تفكيكها من قبل الميليشيات ونقل إلى أماكن أخرى، نعم. هذه كل جزء من هذه السرقات الكبيرة من الاستحواذ على الموارد، وبالتالي صارت هذه الميليشيات لديها قاعدة عسكرية، قاعدة اقتصادية، يعني مكاتب اقتصادية تهرب. أنت تذهب إلى أي منفذ حدودي تجد أن هناك مسؤولين يقال لهم حكوميين، لكن ليس بيدهم شيء، هناك قوى ميليشياوية هي المتحكمة بالمنفذ الحدودي، تدخل السيارات وتخرج، السيارات المحملة بالبضائع، لا أحد يفتشها، سلاح، مخدرات، غيرها، ما لا يفرضون عليه، كل صاحب سيارة الآن ينقل يفرضون عليه، وكثير من شهادات. سنتحدث دكتور اسمح لي، سنتحدث كيف أيضا ما جاء في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من أن النظام السياسي في العراق يتجه سريعا نحو النظام السياسي بسبب سيطرة الميليشيات وسلاحها على موارد الدولة وتجريفها وتجيرها لصالحها. ضيفنا الأستاذ دكتور ثامر العلواني، يعني فيما يتعلق بنقطة سيطرة الميليشيات على آبار وحقول النفط في العراق وتهريبه، والسؤال هل استعيد نفط العراق من قبضة تنظيم داعش وبقية قوى الإرهاب ليذهب إلى سيطرة الميليشيات الطائفية لتقوم بتهريبه وبحماية أرتال من ميليشيات الحشد، كما تقول طبعا مصادر صحفية وشهود عيان، سواء في كركوك، سواء في يعني صلاح الدين، وصولا إلى السليمانية وكردستان ثم إلى إيران؟
يعني كيف ستواجه الحكومة الرأي العام في العراق أن النفط كان بقبضة داعش يهربه والآن بقبضة الميليشيات تقوم بتهريبه؟ والميليشيات هنا يفترض بين قوسين أنها حكومة، أنها دولة، أنها قوات رسمية بين قوسين، وليس كداعش قوى إرهابي مطارد من الداخل والخارج. حقيقة المنطق يقول والعقل يقول أنه لابد أن تحاسب هذه الميليشيات على هذه الجريمة البشعة، ولكن إذا فهمنا، وذكر الدكتور رافع وأظن أخونا حسين ذكر أيضا مسألة مهمة، أن هذا الطريق وهذا النفط يذهب بالنتيجة إلى إيران من أجل أن يعاد إلى العراق بعد أن يحول إلى بنزين أو مشتقات النفط التي يحتاجها العراق. هذه هي الحقيقة. فإذا هذه الميليشيات هي ليست موجودة لخدمة العراق، وذكر الدكتور رافع هذا الأمر وأؤكد عليه، هذه الميليشيات هي أداة بيد الإيرانيين، وهم أداة وقوة ضاربة للحرس الثوري الإيراني في العراق. إذا جئنا إلى موانع العراق، أكد الدكتور رافع على دكتور اسمعني في نفس النقطة، الآن الحكومة قاتلت بقواتها، قوات حكومية، شرطة اتحادية، لا أدري، ميليشيات، وقدمت آلاف التضحيات، وكان طبعا العنوان الرئيسي أن هذه الثروات العراق يراد تحريرها بالإضافة إلى تحرير المدن من قبضة الإرهاب وداعش وما إلى ذلك، هذه الثروات حتى تعود إلى الدولة وتعود إلى الشعب العراقي مال عام. الآن الميليشيات كل التقارير تتحدث، إعلامية وصحفية واستخباراتية، ويصل إلى الرأي العام بشكل واضح كما في هذه الحلقة، الميليشيات تسرق النفط الذي كان يقوم داعش بتهريبه، هذه الدماء التي قدمها أبناء هؤلاء، أبناء هذا الشعب، كيف ستواجههم الحكومة؟ الحكومة هي متواطئة مع الميليشيات. الحكومة عندما تزيد من قوة الميليشيات وتضيف إليها 30,000 عنصر، نعم، إلى 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 قواتها، ماذا يعني هذا؟ البرلمان عندما يوافق على 30,000 عنصر يضافون إلى هذه الميليشيات التي هي معلومة للشعب العراقي، وأيضا باعترافهم نفسهم أصحاب السلطة بأن الميليشيات تسرق النفط وتسيطر على موانع العراق. ليس الدكتور رافع أكد على معلومة مهمة، أن هذه الأرقام التي ذكرت هي فقط لآبار نفط الموصل، أما في الجنوب فهناك بواخر تخرج لبيع النفط وتهريبه عن طريق الموانئ في البصرة. الميليشيات الآن تسيطر على موانئ البصرة بشكل كامل عن طريق هذه الميليشيات وأحزابها، تؤسس شركات واجهة ثم من خلالها تسيطر بسيطرة كاملة على الموانئ. هذه الموانئ في البصرة تدر وحدها تدر مبالغ طائلة جدا. إذا علمنا أن تصريح أحد رئيس الميناء البصرة أنه في يوم واحد دخل للميناء واردات 4 مليار دينار عراقي خلال يوم واحد، بالإضافة إذا أضفنا إلى ذلك تهريب النفط والأمور الأخرى من العملة الصعبة تهرب إلى إيران ومنها المنافذ الأخرى، المنافذ الحدودية سواء في الجنوب سواء في غرب العراق سواء في شمال غرب العراق، كلها تسيطر عليها الميليشيات بشكل كامل. نحن نتكلم عن المنافذ طبعا الحدودية الرسمية، وارداتها تصل سنويا إلى 15 مليار دولار، ويصرح المسؤولون بشكل علني بأن هذه الواردات لا تدخل منها إلى خزينة الدولة في العراق إلا 1%، والباقي منها يذهب إلى جيوب الفاسدين أحزاب المتنفذة وإلى الميليشيات. لكن الشيء المهم والأكبر خطورة أيضا هو المنافذ الحدودية غير الرسمية التي تسيطر عليها الميليشيات، والتي تقوم من خلالها أيضا بتهريب الأسلحة وبيعها سواء في سوريا أو غيرها، تقوم ببيع النفط، تقوم بإدخال المخدرات. النفط الآن الميليشيات كما ذكرنا تسيطر على 72 حقل نفطي في الموصل وصلاح الدين، حقول علاس، حقول القيارة، حقول النجمة، هذه تحت سيطرة الميليشيات. فالحقيقة الواقعة العراق اليوم لا يمكن أن يتستر على ما تفعله الميليشيات، لأنها تحكم السيطرة المطلقة على العراق. القضية المهمة التي يجب أن نعلمها أن الأمور انعكست،
كانت الأمور سابقا أن إيران هي تدعم الميليشيات. نعم. الآن الميليشيات هي تدعم الاقتصاد الإيراني من خلال تهريب النفط. أصبح النفط الإيراني يهرب إلى العراق ثم يصدر من العراق على أنه نفط عراقي، ولكن وارداته تذهب إلى إيران. نعم، أشكرك دكتور رافع الفلاحي. في تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يقول إن النظام السياسي في العراق يتجه سريعا إلى الانهيار، ويعدد أسباب كثيرة: الفساد، سوء الإدارة، الميليشيات، سلاح الميليشيات، وأيضا الاستيلاء على مقدرات وموارد الدولة. هل يتوقع أن هذا النظام السياسي يتوقف الآن للحظة ليعيد حساباته، وأن القضية كأنه المركب سيغرق بمن فيه إذا استمر الوضع هكذا واستمرت الميليشيات والمجاميع المسلحة في الاستيلاء على مقدرات الدولة العراقية من حتى ينقذوا أنفسهم على الأقل؟ أستاذ ماجد، يعني قبل أن أجيبك على هذا أريد فقط أن أعقب على ما سألت عليه الأخ الدكتور تامر. نعم. وكنت تتحدث أنه يعني آبار النفط كانت تحت سيطرة داعش. نعم. وحررت من داعش لتسيطر عليها الميليشيات. نعم. هذا الموضوع لا يشمل فقط آبار النفط، يشمل كل شيء. نعم. كل شيء قالوا أنه تحرر من داعش سيطرت عليه الميليشيات، ليس فقط النفط، أراضي وبيوت ومدن. يعني خذ جرف الصخر، ألم يقولوا أن الإرهاب ويقولوا أن داعش كانت تسيطر عليها، وأين هي الآن؟ إذن التوجهات واحدة لداعش والميليشيات، نفس التوجهات. نعم. نفس استحواذ على أموال الناس واستحواذ على أموال الدولة وكل مواردها. هذه من ناحية. الناحية الثانية، القضية التي تسأل عنها، عند نظريا وفعليا عندما تقرأ يعني التاريخ الاقتصادي والتاريخ العام وتقرأ وقائع نشوء الدول كلها، ستجد أنه عوامل انهيار أي دولة أي نظام في العالم متوفرة في العراق، وهي انهارت بها دول كثيرة. انهار بها الاتحاد السوفيتي رغم المقارنة، انهارت بها يعني رغم المقارنة ربما يعني غير مناسبة على العمق والتأثير والكبر، لكن انهارت بها الدولة العثمانية، انهارت بها الامبراطورية السوفيتية، انهارت بها دول كثيرة. نعم. ومنها البطالة، تفشي البطالة، تدني مستوى الانتاج. نحن ليس لدينا انتاج لا زراعي ولا صناعي، نحن لدينا نفط نصدره وتجي الموارد وتدخل في عجلة الفساد والكل يأخذ حصة وانتهى الموضوع. لدينا تفشي الفساد، نحن لحد الآن من بين الدول العشرين الأكثر فسادا في العالم. نعم. تعاظم الرفض الشعبي، هذا تعاظم الرفض الشعبي مهم جدا. انفلات السلاح مثل ما حضرتك أشرت إليه، سيطرة هذه الميليشيات وهذه العصابات، هذه كلها عوامل لانهيار أي نظام. فبالتالي هذا النظام منهار فعليا، هو فعليا منهار. لكن أنت تسألني إنه هذه القوى الحاكمة هل هي مهتمة؟ أنا أقول لك غير مهتمة، جل اهتمامها وكله ينصب على يعني لا تهمها مخاطر الانهيار هذه، كل اهتمامها وتصرفاتها على تقاسم المغانم. هي مهتمة بهذه القضية، هذه القضية هي الأساس، وهي ما تدفعهم إلى هذه المحاصصة واستمرار بها واستمرار بالعملية السياسية. هذه هي الحقيقة. لكن هذا أيضا هو خطر كبير هم لا يدركونه. العراق مر قبل فترة والعالم مر قبل فترة بانخفاض لأسعار النفط، وهذه انخفاض أسعار النفط ستأتي مرحلة أخرى أيضا وتنخفض أسعار النفط. يعني لا يمكن أن تكون عالية جدا وتستمر في ارتفاعها الآن $70 وستستمر، لا، ستنخفض وربما ستصل إلى أقل من $20 مرة أخرى، فيما لو انخفضت إلى هذا المستوى ومع وجود هذه الميليشيات بهذه الطريقة وتغولها، سيبدأ الصراع بين هذه الميليشيات على الموارد، القتال بينها سيبدأ، لأنه الكل يحاولون أن يسيطروا الآن على موارد الدولة، على أي مكان يأتي لهم بالأموال، لذلك هم يسيطرون على المنافذ الحدودية. ولذلك دكتور، بناء على هذا الكلام، لذلك الميليشيات هذه الدولة إذا افترضنا أنها غير متواطئة، الحكومة غير متواطئة مع الميليشيات، متوقع تستمر عملية استنزاف وسرقة النفط وغير النفط من قبل الميليشيات، لأن هذه الدولة غير قادرة على لجم الميليشيات أو الوقوف بوجهها، وذلك العملية ستستمر أيضا لسنين قادمة. هو هذا فعليا أستاذ ماجد، لأن هم أساسا هذه الحكومات
لذلك أنا تحدثت عن قانون الحشد الشعبي وكيف تسللوا إلى السياسة وكيف صاروا يعني هم أعضاء مجلس النواب وهم السلطة التشريعية وهم من ينصب السلطة التنفيذية. فبالتالي هذه الميليشيات هي من تقيم الحكومات، هي من تسند الحكومات، هي من تأتي بالحكومات. هذه الحكومات مسنودة من الميليشيات. وانت خذ مثال بسيط جدا جدا، الميليشيات تستعرض في الشوارع وتشتم القائد العام للقوات المسلحة وتدوس على صوره ويهددوه بقطع اذنه ويدوسون على صوره باحذيتهم. وماذا فعلوا؟ الميليشيات تستعرض في الشوارع باسلحتها ولا احد يستطيع ان يتحدث. نعم. ويحاصرون المنطقه الخضراء ويسقطون الدوله كلها اذا ما كانت هناك دوله. نعم. اذا هذه الميليشيات هي الاساس وهي الحاكم للعراق، وبالتالي هي المسيطره على المنافذ، والحكومه لا تسال عن المنافذ الحدوديه، هذه مواردها كلها في جيوب هذه الميليشيات. على ذكر الموارد ولا موزعة لهم بعلم الحكومة وبمعرفتها. أشكرك دكتور ثامر. أيضا في تقرير نفس التقرير معهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى يقول إن الميليشيات وسلاحها المنفلت يقلصان موارد الدولة العراقية عبر الاستيلاء لهذه الميليشيات على مقدرات اقتصادية، على منافذ، على مرافق حيوية في العراق، منافذ حدودية وموانئ وما إلى ذلك، وأيضا تهريب النفط. يعني الحكومة تعاني من ضائقة مالية واقتصادية، لجأت إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ذهبت إلى خفض قيمة الدينار، إلى استقطاعات من رواتب القطاع العام المهددة بعدم السداد. يعني لديها موارد مالية تحت قبضة الميليشيات لكنها لا تستطيع الاقتراب منها. ماذا لو أنها استعادت هذه الأموال أو الثروات من قبضة الميليشيات؟ تعتقد أن الوضع وضعها المالي والاقتصادي سيتغير شيئا ما؟ بلا شك أنها لو سيطرت على المنافذ الحدودية، لو سيطرت على الموانئ، لو سيطرت على تهريب النفط واستطاعت أن تفرض سيطرتها على النفط فرضا، طبعا هذا لا يمكن أن يكون، ممكن أن يتحسن وضعها المالي، ولكن هذه أمنيات ولن تحصل، لأن كما ذكر الدكتور رافع قبل قليل الحكومة هي أسيرة بيد الميليشيات، الحاكم الفعلي هي الميليشيات. إيران استطاعت أن تجعل ميليشيات الحشد الشعبي والحكومة في العراق تخضع لسيطرتها الكاملة، فموارد العراق الاقتصادية والاستثمارية والطرق الدولية أصبحت تحت السيطرة الإيرانية بالمطلق، ولا يمكن أن تسمح إيران بأن يكون العراق بلد مستقل صاحب اقتصاد يعني مستقل ومسيطر على موارده وثرواته، لأنها هي ستتأذى. وأمريكا طبعا هي شريك لإيران في هذه الجريمة، لأنها تعلم تماما أن ما يجري في العراق وما يجري من تهريب من النفط وما يجري من استغلال الوزارات والثروات العراقية هي كلها من أجل أن تجعل لإيران منفذ تهرب من الحصار المفروض عليه. إذا علمنا أن هناك 7000 معمل ومصنع لا يعمل، إذا علمنا أنه دكتور لا يسمح دكتور ثامر في نقطة حتى بالدقائق الأخيرة على قضية أمريكا والميليشيات متواطئة تسهل، لكن أنت تتابع أيضا أن هناك تقارير تخرج بشكل ربما أسبوعي من مراكز بحوث، مراكز دراسات، وتعرف أنت مراكز دراسات الدراسات الاستراتيجية وغيرها في أمريكا تساعد صانع القرار على اتخاذ قرار ما، كلها تسلط الضوء على ممارسات الميليشيات، على جرائم الميليشيات، على انتهاكاتها، على فسادها. تقارير بالأسبوع مرة أو مرتين تطلع، ألا يعكس شيء ما؟ ألا يقدم مؤشر أمريكي ما تجاه هذه الميليشيات؟ ممكن أن هذه الدراسات ممكن تكون مستقلة تريد أن توضح الأمر، وأمريكا تعلم، ولكن إذا جئنا بالمقابل أخي ساد ماجد، نعم، لو وجدنا أن هناك زيارات للسفير الأمريكي لجرحى في ميليشيات الحشد، لو وجدنا أن هناك تصريحات كبيرة تذهب بدعم الحشد الشعبي أو بين قوسين الميليشيات، إذا أتينا إلى هذه التقارير أو إلى القرار الأمريكي لو وجدناه يهاجم فصائل معينة وميليشيات معينة محددة، هو لا يتكلم عن ميليشيات الحشد الشعبي بمجملها لأنه يتكلم عن بعض الفصائل فقط، هذا في على الواقع. بالمقابل هو لو أراد فعلا صانع القرار الأمريكي إنهاء ميليشيا الحشد
لأولا نظمها كلها منظمات إرهابية، ولمنع تمويلها من الحكومة العراقية، ولمنع استيلاها مو استيلاها أنها تأخذ حصص من وزارات العراق. أرجع إلى موضوع الذي أردت أن أتكلم به قبل قليل، هناك 7000 مصنع لا يسمح لها بأن تعمل، هناك مسألة قضية الكهرباء لا يسمح للعراق أن يستقل بأن يكون مولد للطاقة الكهربائية ويكتفي ذاتيا، وهناك لديه الإمكانية المالية ولديه كل الإمكانات لأن يجعل العراق مستقل بهذا الجانب، ولكن لا يسمح له. لماذا؟ لأن إيران لا تريد ذلك من أجل أن يعينها هذا الأمر، تدهور العراق الاقتصادي والخدمات في العراق أن يعينها في اقتصادها. الميليشيات الآن أصبحت تسيطر على مساحات واسعة جدا في العراق، وأمريكا تعلم ذلك. هناك ما يقارب فقط في الموصل 400 دونا في محافظة نينوى وحدها تسيطر عليها الميليشيات، قيمتها أكثر من مليار دولار، هذه لا أحد يتكلم عليها. هناك أصبحت الآن أملاك وعقارات تحول باسم الميليشيات بالتلاعب بأصلها، فإذا هناك شيء منظم وممنهج تمارسه الميليشيات في العراق للاستحواذ على كل العراق من أجل أن ندخل في مرحلة جديدة، أنه لا يوجد إلا حكم الميليشيات المطلق، ولا يسمح حتى بأن يمثل جهة أو جهة غير الميليشيات. شكرا جزيلا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وشكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وشكرا أيضا لضيفنا الذي كان معنا الكاتب والإعلامي العراقي الأستاذ حسين دلي، كانوا معنا عبر سكايب جميعا في حلقة الليلة التي ناقشت ما ورد في تقرير معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية الأمريكي عن سيطرة الميليشيات على آبار النفط العراقية وتهريبها إلى إيران. أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.